رجل يريد أن يحج ولم يتزوج، فأيهما يقدم؟ يقدم النكاح إذا كان يخشى المشقة في تأخيره، مثل أن يكون شابا شديد الشهوة ويخشى على نفسه المشقة فيما لو تأخر زواجه، فهنا يقدم النكاح على الحج. أما إذا كان عاديا ولا يشق عليه الصبر فإنه يقدم الحج، هذا إذا كان الحج فريضة. أما إذا كان الحج تطوعا فإنه يقدم النكاح بكل حال ما دام عنده شهوة، وإن كان لا يشق عليه تأجيله، وذلك لأن النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة كما صرح بذلك أهل العلم.